ايه ده؟ ايه ده؟ ابويا ابويا ايه اللي عدى ده يا حميده؟ دي حشره طائره. حشره؟ ايوه. ايه الحشره دي يعني؟ حشره البحر. فن خيال الظل هو احد المفردات التي صنعت السردية الكبرى للمجتمع العربي في مراحله المختلفة. وثيقة تاريخية قديمة أن هذه الشعوب كانت لديها حكايات ولديها خيال ولديها إبداع، فهي أداة لتثبيت الوعي وأداة لبناء الذات لننطلق نحو مستقبل قوي. أنا نبيل بهجت، أستاذ مسرح بجامعة حلوان، كنت مستشار ثقافي بمصر وكاتب ومخرج مسرحي ومدير ومؤسس فرقة ومضة لعروض خيال الظل والأرجوز. أول ما اشتغلت في الأرجوز، يعني الجملة الشهيرة دايما أقولها زملائي كانوا بيقولوا ده أنت أستاذ جامعة عايز تشتغل أرجوز، فكان بالنسبة لي تحدي وهو وخيال الظل، إن أنا شفت إن المسرح الأساسي الذي حمل ذاكرة المصريين وهو المسرح الشعبي، بدليل ان حتى الان المسرح العربة الايطالية ملهاش جمهور تلقائي لها، في مقابل مسرح الموارد والازقة وخيال الظل والارجوز لو حطيناه في اي حتة هنلاقي الناس تتحرك حواليه. وانا دايما اقول ان انا عمر ابويا ما قال لامي تعالى نروح مسرح، بس لما كان يجي الارجوز ويجي الموارد وتيجي الزفة الناس كانت بتطلع بشكل تلقائي منتهج عليها. بس بالصدفة وأنا عندي 4 سنين جاء راجل لابس جلابية بيضة كده يعمل عرض في الشارع، فلما طلعت أتفرج عليه عرض أرجوز ما خدش مننا أي فلوس، كلنا ضحكنا وروحنا، وظل هذا العرض ثابتا في عقلي إلى حتى أن درست المسرح وفوجئت بأنهم يقولون أنه ليس لدينا مسرح. تجربة المسرح العربي مرتبطة بأول عرض مسرحي قدمه النقاش 1849. طيب اللي احنا شفناه في الشارع ده كان مصر، تمام؟ ما يحدث في الموارد ده مصر. احنا نقدر نعتبر ان خيال الظل هو اقدم شكل المسرح العربي المعروف لدينا حتى الان. طب انا دوري ايه في اللحظة؟ ممكن افيد مجتمعي وبلدي وثقافتي بايه؟ بان انا ادور على النماذج اللي عندنا واعيد تقديمها لأقول للمصريين إن لدينا ما يستطيع أن يعبر عنه. هذا العام سيمر 20 عام على تأسيس فرقة ومضة، وكان الهدف الأساسي منها اللي هو استعادة المسرح المصري وتقديمه للناس. المسرح اللي كانوا بتشوفوا أمي وأبويا وقالوا عليه إنه مش مسرح، جمعنا عدد من الكنوز البشرية الحقيقة، عم صابر المصري، حسن خنوفة. كانت الفكرة أنك تحط الكنوز البشرية دي جنبا إلى جنب مع عدد من الشباب الدارس والواعي عشان تصنعي كنوز بشرية جديدة. معنى وزارة الثقافة أنها تحتوي عدد من الكنوز الشعبيين، وانها تقدم عرض كل يوم جمعه في بيت السهامي بالمجان للجمهور. وبعدين طلعنا عربيا ازاي نحط العروض اللي تعتمد على الارجوز وخيال الظل في المهرجانات العربيه ويبقى في دعوات، لدرجه ان مهرجان المسرح العربي الثالث سنه 2013 اظن عرض الافتتاح بتاعه كان عن الارجوز، فده كان بالنسبة لي نجاح لأن احنا بدأنا ناخد شرعية عربية وبعدين إقليمية وبعدين دوليا. طبعا سافرنا أمريكا، عملنا 121 عرض، 40,000 مشاهد، أسبانيا 10,000 مشاهد، إيطاليا وغيره من الدول. احنا قدمنا عروضنا في أكتر من 30 دولة. وتقول لي بابا يا بابا يا بابا هاتلي بسكوت وينو. عرائس خيال الظل هي عرائس مصنوعة من الجلد، هي مسطحة. آخر مجموعة لاعبين شعبيين أنا أمتلكها وهي مجموعة حسن خنوفة، آخر لاعب شعبي. أنا قابلت حسن خنوفة قبل ما يموت ب3 شهور. طول الوقت عايز أعمل له عروضه ووثقها إنها لم تكن وثقت من قبل. صورنا ال3 عروض بتاعته، والراجل وهو ماشي قال لي خلي عرايسي عندك، وكان آخر عرض
ما قدمه، وكان آخر من تداول عرائسه كانت أنا، وحسيت أنها رسالة من القدر أن أنا لازم أكمل. عشان كده عملت الإهداء موجز ومختصر إلى حملة التراث الشعبي جيلا بعد جيل إلى أولئك الذين يعملون في صمت.